كان بعضهم يسقط فيشير إلى صاحبه، فإذا دنا من يقول له هالله هالله في الحسين، أنا ما عندي وصية أخرى إلا هذه الوصية، وصيتي في أبي عبد الله الحسين، ديروا بالكم على أبي عبد الله. حتى تساقطوا جميعهم على واهجة الرمضاء وما بقى منهم أحد، وانتهت المعركة بمقتل أبي عبد الله الحسين. ثم عمدوا إلى النساء وهجموا على تلك المخيمات وأحرقت، تفرهدت النسوة والأطفال في البيداء يمينا وشمالا. حميد بن مسلم يقول شفت مرأة كانت تكثر الدخول والخروج إلى خيمة وقد تعلقت النيران بأذيالها، قلت يا أمة الله النار النار، فلم تلتفت مرة مرتين ثلاث، ثم التفتت قالت إليك عني يا ظالم، إن لنا بالخيمة عليل لا يقوى على النهوض. والطفلة من الأطفال فرت على وجهها في البيدة، لحق بها حميد ابن مسلم، قال يا بني إلى أين أنت ماضية، وين رايحة؟ قالت يا شيخ إن عمتي زينب تقول إن لنا قبرا في النجف في الكوفة، أنا رايحة ألتجئ بذلك القاب. قال بني إن الكوفة بعيدة، وين تروحين يا بني، ارجعي ارجعي، هل لك حاجة أقضيها لك؟ قالت نعم يا شيخ. ماذا تريد يا بني؟ قالت أنا عطشانة، أريد شيء من الماء، أنا عطشانة. أخذها وجاء بها إلى المشرع، أنزلها هناك عند المشرع في الماء، قال بني تفضلي اشربي، أنت في مأمن اشربي. وإذا بها تنظر إلى الماء، أنا أشرب لذيذ الماء، أنا أشرب لذيذ الماء، حاشا وهلي قضوا كلهم عطاشة، وحسين الترب صاير له فراشة، وقضوا ليلتهم على هذا الحال. ما صار صباح هذا اليوم إلا وزينب كأني بها تخاطب الشمس، تنادي يا شمس لا تبزغي، ليش يا زينب؟ يا شمس لا تبزغي كي ما ترى زينب حسرة، ما عليها خمار، وزادت البنت على أمها، من دارها تهدى إلى شر دار. في مثل هذا اليوم قام أعداء أهل البيت بحز الرؤوس ووضعها على رماح طويلة استعدادا للمسير. تسألني وراس الحسين، أقول لك راس الحسين من البارحة وصل إلى الكوفة، من البارحة وصل إلى الكوفة. بقية الرؤوس تم حزها في صبيحة هذا اليوم، وما بقى جسد من الأجساد، ما بقى جسد، ما بقى بدن من الأبدان ولا جسد من الأجساد، إلا واحتز رأسه، حتى الرضيع، حتى عبد الله الرضيع حز رأسه. ثم أدنوا الجمال العجة بغير غطاء ولا وطا، جمال مهزولة، أدنوها من النساء حتى يركبن النساء عليها. التفت زين العابدين إلى عمر بن سعد، قال سود الله وجهك يا ابن سعد، أبعد عتاتك عن النساء ولتركب النساء بعضهن البعض الآخر. وفعلا صاروا النسوان كل واحدة تركب الثانية، إلى أن لم يبقى من النساء إلا زينب. التفت إليها زين العابدين، عم زينب دعيني أركبك. قالت لا يا ولدي أنت مريض أنا أركبك. قال عم إن أنت أركبتيني فمن يركبك، من يركبك يا عم؟ كأني بها توجهت بوجهها جهة المشرع، أني رايحة العباية سقعد، أني رايح العباية سقعدة، وركبك فوفا فوق زندة زندة، وقل الحرم صارن بشدة، خويا من تلي جبتني وبعيدك يا خويا ركبتني، هذه المحامل قول أحسن الله لكم العزاء. انحنى زين العابدين حتى يركب سيدتنا زينب،
لكنه كان عليل وهو يرتجف، فكلما أرادت مولاتنا زينب أن تصعد على منكبي صار يهتز إلى أن سقط على حر وجهه. مرة مرتين ثلاث تبين ما يقواه على الثبات لأنه علي المريض. جاءت مرأة من بين النساء وأركبت زينب، يقال أنها فضة. بقي الآن زين العابدين من يركبه؟ جاء أزلام بني أمية أركبوا زين العابدين على ظهر الناقة، فصار يتمايل على ظهر الناقة ثم سقط من على ظهر الناقة. كيف يثبتونه؟ شلون يثبت؟ أركبوه مرة ثانية على ظهر الناقة وجاءوا بحبال وربطوا رجليه من تحت بطن الناقة. أيوة عليا ومصيبته وسيده وعليا. ثم وضعوا على صدره وظهره الجامعة والسلاسل والحديد، ومروا بالنساء والأطفال على تلك الأجساد العارية، على تلك الأجساد التي بلا رؤوس. أويلي جنايز، جنايز مالها دفان، جنايز مالها دفان على التربان مرمية، جنايز ما إليها قبور ولا سدر ولا كافور. يا حيدر قوم لابن كثور، اي والله يا حيدر قوم، يا ام الثور جنايز ما لها تغسيل ولا تكبير ولا تهليل، غسلها صار رض الخيل، اي والله غسلها صاير يا رض الخيل. جنايز، جنايز فوق حر القاع، عرايا مكسر الأضلاع، أبد ما جلها فزاع، يا والله ما جلها أبد، يا فزاع. أمر عمر بن سعد أن يمررن النساء على الأجساد حتى كل واحدة تنظر إلى عزيزها على واهجة الرمضة فينكسر قلبها. مرت رملة على ولدها القاسم فانكسر قلبها. مرت ليلى على جسد الأكبر، وهكذا كل واحدة تمر. أما زينب فإنها كلما مرت على أحد من أحبتها نادت وضيعته ومصيبته، إلى أن مروا بهن على جسد أبي عبد الله الحسين الصوار. النساء على ظهور النياق والأجساد من بين أرجل النياق. أيوة مصيبته. كادت زينب أن ترمي بنفسها من على ناقتها، وإذا بزين العابدين ينادي: عم زينب، عم زينب ارحمي ضعف بدني، إن أنت رميت بنفسك من على ظهر الناقة فمن يركبك ثانية؟ لكن تودعي من جسد الحسين وأنت على ظهر الناقة. صارت تتودع: أخي في أمان الله، نور عيني في دعة الله، خويا لا تقول ما عندك امرأة، ولا تقول
قال ولا تقول ضيعت الأخوة أني ما خذت يا حسين قوة. شوف العبيد بيه ايش سوى صايت علمتني تلاوى. لكن يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نوا وهذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك. لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي لا تقول عني سافروا ما ودعوني وشالوا خواتي ولا القبر ما شيعوا. يا ليتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المها. حملت على الأكوار بعد خدورها اللهم ماذا تحمل الأكوار يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حاجة كل محتاج. من سألنا الدعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، خلصهم من بلائك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعدنا على هذه الليالي والأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.